بسم الله الرحمن الرحيم. كانت اخر حاجه خدناها ان هي حساب الباور لوس في الترانزستور في حاله تيرن اون وتيرن اوف. دلوقتي عايزه اشوف ازاي احسب الثيرمال ريزيستنس للسينك او الهيت سينك اللي انا هحط عليها السويتش. لو انا عندي التمبريتشر بتاعه الجنكشن وعندي التمبريتشر بتاع الامبيانت اللي موجود وعندي الباور اللي المفروض هتفقد في الترانزستور، بيبقى من الداتا شيت بقدر اعرف الثيرمال ريزيستنس ما بين الجنكشن والكيس اللي هي ار جي سي، والثيرمال ريزيستنس للكيس ما بين الكيس والسينك اللي هي الار سي اس. اقدر من هنا هيبقى كله معلوم عندي ما عدا الريزيستنس ما بين السينك والامبيانت، وبالتالي اقدر اعرف الهيت سينك اللي انا ممكن اجيبها اللي هتطرد لي الباور او اللوسز اللي موجوده في الترانزستور، بحيث ان التمبريتشر بتاع الجنكشن بتاعته ما تتعداش الريتد اللي المفروضه اللي هي تي جي. بالنسبه للدي اي باي دي تي والدي في باي دي تي ليميتيشن للسويتش، هنبتدي نشوف دلوقتي ازاي ان انا ما اتعدهاش عشان احافظ على السويتش بتاعي. فلو جيت اشوف الدي اي باي دي تي هلاقيها عباره عن ايه؟ التيار بتاعي بيزيد من صفر لحد اي ال او اللي هو اي كوليكتور ساتوريشن. يبقى الدي اي باي دي تي عباره عن الاي ال على تي ار، او الاي كوليكتور ساتوريشن على تي ار، تي ار اللي هي الرايس تايم. برضو لو جيت اشوف خلال التيرن اوف الدي في باي دي تي بتساوي الفي اس على تي اف اللي هي بتساوي الفي سي سي على التي اف. فلو شفت خلال الرسم اللي موجود عندي ازاي انا هعمل ليميتيشن للدي اي باي دي تي بتاعتي، بعمل ليميتيشن باني بحط ال ان سيريز مع السبلاي، وال دي بسميها السيريز سنابر سيركت. وفي الحاله دي لو جيت اشوف خلال ما السويتش اون والدايد اون، فهلاقي ان الدي اي باي دي تي عباره عن فولت السبلاي على ال اس اللي انا حطيتها، ودي اللي هتعمل لي ليميتيشن للدي اي باي دي تي. هساوي المعادله اللي فاتت بالمعادله خلال التيرن اون بالمعادله دي، هلاقي ان ال اس عباره عن في اس في التي ار على اي ال. وبرضو لو شفت خلال التيرن اوف انا هحط كاباستور، الكاباستور ده هو اللي هيعمل لي ليميتيشن للدي في باي دي تي اللي هو السي اس. فلو شفت الدي في باي دي تي خلال عمليه التيرن اوف هلاقيها بتساوي اي ال اللي هو تيار اللود على سي اس. ولو شفت المعادله دي مع المعادله اللي فاتت اللي هي دي في باي دي تي سويتهم ببعض، هلاقي ان السي اس بتساوي اي ال في التي اف على الفي اس، وبالتالي انا بوجود ال اس اللي بسميها السنابر سيريز سنابر سيركت انا بحافظ على السويتش من الدي اي باي دي تي، والسي اس اللي بسميها بارلل سنابر سيركت بحافظ على السويتش من الدي في باي زيادة الدي في باي دي تي. دايما بحط ريزيستنس ان سيريز مع الكاباستور، وفي الحالة دي هلاقي السيركت بتاعتي بقت ار اس وال اس وسي اس، ودي هتبقى معادله من الدرجه الثانيه وممكن تعمل لي اوسيليشن. فلو عايزه اتحاشى وجود الاوسيليشن دي فبختار السيركت تبقى كريتيكال دامبنج، يعني بخلي دلتا بتساوي واحد ويبقى ار اس بتساوي 2 جذر ال اس على السي اس.
عشان اتحاشى ان السويتش بتاعي يشيل التيار اللي بيفرغ بيه الكباستور، فانا ممكن بحط الريزيستنس ان بارلل مع الكباستور بدل ما بحط الريزيستنس ان بارلل مع الدايت زي اللي موجود في الرسم اللي فات، او يا اما بختار ار اس بحيث ان انا بخلي الديسشارج تايم تلت السويتشنج بيريد اللي هي تي اس، وفي الحالة دي هيبقى 3 ار اس في سي اس بتساوي تي اس اللي هو بتساوي 1 على اف اس اللي هو الفريكونسي اللي انا بشتغل عليه، او بقول ان ار اس بتساوي 1 على 3 اف اس في سي اس. ده مثال بيوضح لي ازاي احسب ال اس والسي اس وبحسب الار اس على اساس انها كريتيكال دامبنج، او احسبها من خلال ان الديسشارج تايم ما يتعداش تلت السويتشنج بيريود، او بحسبها على اساس ان الديسشارج كارنت ليميتد ل 10% من اللود كارنت، او اي 10% او ممكن تبقى 20% حسب انا هشوف السويتش بتاعي بيتحمل قد ايه، وده وبحسب الباور بتاعتي اللي فقدت في الكاباستور بحسبها قد ايه اللي هي نص سي في الفي سكوير، بضرب في الفريكوانسي علشان اجيب الباور اللوس بتاعتي. نبتدي نشوف السيرستورز ونشوف ازاي بوصل السيرستورز ان سيرز. لو وصلت السيرستورز ان سيرز بيبقى عندي مشكلة خلال الفورورد بلوكينج وخلال الريفيرس بلوكينج. ليه؟ لان التيار الليكج بتاعي خلال الفورورد بلوكينج او الريفيرس بلوكينج هيبقى قيمته ثابتة لان السويتشز ان سيرز، وبالتالي لو في اي فرق هلاقي ان في سويتش هيتحمل جهد اعلى من الجهد التاني، وبالتالي ممكن الاقي السويتش بتاعي اللي اتحمل شال جهد عالي اتحرق ويتحرق اللي بعده واللي بعده، وبالتالي تبقى في مشكلة. عشان احل المشكلة دي فبحط ريزيستنس ان بارلل مع كل سويتش، هعتبر ان السويتش الاولاني ده هو السويتش الليكج كارنت فيه اقل حاجه، وبقيت سويتشز كلها الليكج كارنت بتاعتها متساويه، وعايزه اشوف ازاي احسب الجهد اللي هيبقى على السويتش. بحط ريزيستنس متساويه على السويتشز ان بارلل، بلاقي ان التيار اي دي واحد دايما هيبقى اقل من اي دي اتنين واي دي تلاتة واي دي لحد عدد السويتشز كلها اللي هو ان. قيمة الدلتا اي دي اللي هي بتساوي اي دي اتنين ناقص اي دي واحد اللي هو الفرق ما بين التيار لاي سويتش مع السويتش اللي هو متعرض لجهد عالي اللي هو السويتش الاولاني اللي هو هيساوي اي واحد ناقص اي اتنين، اللي من هقدر اقول ان اي اتنين بتساوي اي واحد ناقص دلتا اي دي. الفولت اللي هيبقى على السويتش الاولاني اللي هو هيبقى ار في اي واحد، واللي على بقية السويتشز اللي هو هيبقى اي اتنين في ار. هلاقي ان الفولت الكلي اللي موجود على كل السويتشز اللي هو فولت السبلاي عبارة عن في دي واحد زائد عدد السويتشز ناقص واحد مضروب في الجهد اللي على بقية السويتش اللي هو اي اتنين في ار، ومنها بقدر احسب ان الفي اس اللي هي هتبقى عبارة عن ان اس في الفولت اللي على السويتش الاولاني في دي واحد دي وان وناقص عدد السويتشز ناقص واحد مضروب في ار
في دلتا اي دي ودلتا اي دي اللي هي بتساوي اي 2 ناقص اي 1 ناقص اي 2. وبالتالي هلاقي ان الجهد اللي موجود على السويتش الاولاني اللي هو في دي 1 هيبقى بيساوي في اس زائد ان اس ناقص 1 في ار في دلتا اي دي على ان اس. لو انا عارفه الليميتس لكل السويتش فهحط الجهد بتاعي وعندي جهد السبلاي وعندي عدد السويتشز اقدر احسب وعندي دلتا اي دي اقدر احسب قيمه ار اللي المفروض هحطها. اسوأ حاله لو كان التيار اي دي 1 بيساوي 0 وبالتالي هيبقى دلتا اي دي بتساوي اي دي 2 ودي هتبقى اقصى جهد ممكن يتعرض له السويتش بتاعي اللي هو هيبقى في اس زائد ان اس ناقص 1 في ار في دلتا اي دلتا في اي في دي 2 على ان اس. زي ما شفنا قبل كده الريزيستنس تحميني من زيادة الجهد على السويتش في حالة الستيدي ستيت، انما في حالة الترانزينت فهلاقي ان السويتش اللي هيقدر يقف الاول هيشيل جهد عالي اللي هو في دي 1 هيشيل جهد عالي حتى لو في الستيدي ستيت الريزيستنس قسمت للجهد بالتساوي، انما خلال فترة الترانزينت ممكن السويتش يتعرض لجهد عالي وبالتالي ممكن يتحرق. عشان كده بحط كباسوز ان باراليل ومعاها ريزيستنس اللي عن طريقها بيشحن الكباستور، وهيبقى دلتا في في الحالة دي اللي هي كانت ار في دلتا اي دي هتساوي كيو 2 ناقص كيو 1 شحنة اللي على اي سويتش ناقص الشحنة اللي على السويتش الاولاني على سي 1 اللي هي دلتا كيو على سي 1 عشان احسب قيمة الكباستور اللي هحطه ان باراليل مع السويتش. ومن هنا بقدر اجيب الفي دي 1 اللي هي هتساوي 1 على ان اس في الفي اس زائد ان اس ناقص 1 في دلتا كيو على سي 1. وهتبقى اسوأ حالة لو انا خليت كيو 1 بتساوي 0 وبالتالي هيبقى اقصى جهد ممكن يتعرض له السويتش في الحالة دي اللي هو هيساوي 1 على ان اس في الفي اس زائد ان اس ناقص 1 في كيو 2 على سي 1. عندي فاكتور اللي هو الدريتنج فاكتور ده اللي بقدر عن طريقه احدد انا استفدت بالسويتش ده او السويتشز بتاعتي بقد ايه، لان انا ممكن احط عدد من السويتشز كبير وده هيكلفني، انما احط عدد قليل واستفيد بيه باقصى قدر ده الافضل. فهلاقي ان الدريتنج فاكتور ده عباره عن 1 ناقص الفي اس على ان اس في دلتا في في دي اس ماكسيمم. فلو شفت لو انا مستفيده بكل الجهد بتاع السويتشز فهلاقي ان الدريتنج فاكتور ده القيمه الفي اس هتساوي ان اس في الفي دي اس ماكسيمم، وبالتالي هيبقى الدريتنج فاكتور بتاعي بيساوي زيرو. يبقى وطبعا ما بقدرش اوصل له، انما ممكن يبقى 10% 20%، وكل ما قل كل ما هيبقى افضل، لان معناه ان انا استفدت بالسويتشز والريتنج بتاعتها باقصى قدر. في المثال ده بيوضح لي ازاي احسب الماكسيمم ستيدي ستيت فولتج شيرنج في الستيدي ستيت والستيدي ستيت فولتج دريتنج فاكتور والماكسيمم ترانزيانت فولتج شيرنج والترانزيانت دريتنج فاكتور بتاعي.
في حالة توصيل switches in parallel بتبقى المشكلة عندي خلال الـ forward conduction. وعلشان اتحاشى الموضوع ده او ان التيار ما يتعملوش شيرنج مظبوط ما بين السويتشز، فبحط ريزيستنس صغيره ان سيريز مع السويتش ده للسيد ستيت. انما في حاله الدايناميك فبحط اندكتنس ان باراليل زي اللي واضح في الرسم، وبالتالي لو التيار زاد في سويتش فالفولت اللي بيتولد على الملف بيعمل جهد عكسي في الملف الثاني بيقلل الامبيدنس وبالتالي بيسحب للتيار على السويتش الثاني. في دي اي باي دي تي بروتكشن للسويتش، انا لو شفت انا لو عندي السويتش بتاعي زي ما موجود في الرسم كده السيرستور الدايود، طبعا انا عارفة لو انا شغلت السويتش هلاقي ان الدايود بتاعي نتيجة للريفيرس ريكفري تايم مش هيوقف لحظي، وبالتالي هلاقي في شورت معمول على السبلاي من السيرستورز ومن الدايود. فبحط ال اس دي اللي هي بسميها السيريز سنابر سيركت عشان احمي السويتش في الـ من زيادة الدي اي باي دي تي. في حالة الدي في يتحمله في حالة الدي في باي دي تي بروتكشن، فأنا بحط كاباستور علشان أقلل من الدي في باي دي تي لحد الليمت اللي ممكن يتحمله السويتش. بختار ار اس او المقاومه اللي بحطها سيريز مع الكاباستور باني بخلي التيار ديستشارج في حدود ليمت معينه الاي ديستشارج، وهيبقى ار اس بتساوي في اس على اي في تي دي. وممكن اخلي زي اللي موجود في شكل دي، ممكن اخلي التيار بتاع الديستشارج يبقى عن طريق ار واحد وار اتنين زي ما موجود في الشكل، وهيشحن الكاباستور عن طريق ار واحد، وانما في التفريغ في السويتش هيبقى عن طريق ار واحد وار اتنين، وبالتالي هيبقى تيار التفريغ هيساوي في اس على ار واحد زائد ار اتنين. لو انا عندي زي في شكل اي لو موجود عندي ار و ال و سي فالمعادلة بتاعتي هتبقى معادلة من الدرجة التانية، وهيبقى دلتا بتساوي ار على جذر على اتنين ال، وكل ده على واحد على جذر ال سي، او دلتا بتساوي ار اس في ار على اتنين اللي هي جذر في اس على ال اس زائد ال ار اللي هي و ال اللي هم اللود ار اس اللي هي المقاومة اللي حطاها مع الكاباستور، والسي اس قيمة الكاباستور اللي انا حطاها، وال اس قيمة ال اللي هي سيريز سنابر سيركت. وباخد الدامبنج ريشيو في حدود من نص لحد واحد علشان ما يحصلش اوسيليشن. المثال ده بيوضح لي ازاي احسب الدي في باي دي تي. فدايما بحسب الدي في باي دي تي عند اسوأ حاجة او اعلى حاجة للدي في باي دي تي، ودي بتحصل عند تي بتساوي زيرو. عشان كده انا حسبت الدي في تي باي دي تي ودي معادلة في تي، ولما سويت عند تي بتساوي زيرو هيبقى الدي في باي دي تي بتساوي الار في الفي اس على سي اس مضروبة في الريزيستنس بتاعت مجموع الريزيستنس التربيع.
وهلاقي السوبر لوسز بتاعتي اللي هي هتبقى نص سي في الفي سكوير في الاف اس، ومن هنا اقدر احسب الباور لوس في السنوبر سيركت في حاله الكاباسيتورز الموجود ان بارلل عندي.